طبعا في تغييرات كبيرة اللي هي ارتفاع في الأسعار. سمحني أستاذ أحمد، من سنوات فاتوا كان مثال نقول صندوق الزيت قصدي في الارتفاع وصل ل 50 و45 و60 دينار. حاليا صندوق الزيت من 90 ل 100 دينار استاذ احمد. صندوق الطماطم اللي كان ب 30 35 تو 75 و80 دينار. باكو الحليب اللي كان ب 2.5 3 4.5 و5.5 تو حاليا باكو الحليب. قصدي الاجبان توصل ل 27 و80 28 دينار و30 دينار، وتوصل في فتره توصل ل 40 دينار استاذ احمد. فهمت؟ هذا اللي سبب ارتفاع الاسعار. وشو سبب ارتفاع الاسعار؟ اللي هو توحيد الصرف اللي حطوه طبعا بحدود 4 دينار و52 قرش، لكن جهه فعل للشركه يقول لك احنا كيف نحولوا الدولار يتحول عليه 5 دينار. زيد حاجه ثانيه هي عمليه الشحن استاذ احمد، عمليه الشحن راهو الحاوله اللي كانت قال لك ب 2000 و2500 دولار تو 8000 دولار. هذا كله استاذ احمد شو بيسبب؟ بيسبب في ارتفاع في الاسعار. يعني نبي نعرف، يعني نبي نفهم حاجه، يعني هل نستطيع نقول ان يا ريتنا ما غيرنا سعر الصرف، وان سعر الصرف هو اللي وصلنا للموصله هي؟ طبعا سعر الصرف استاذ احمد انت في السنه فاتت قلنا كيف كانت الاسعار الدولار بتقريبا ب 3.5 ولا حاجه زي هذه، كانت الاسعار الحمد لله قصدي معدله شويه، لكن تجي انت تزيد دينار ولا دينار ونص. انا سؤالي حنبسطه سيد الصادق، لاني يعني الحقيقه ما نتفقش معك 100%، لكن نبي نسمع منك. يعني لو ما تعدلش سعر الصرف لأربعة جنيه ونص، بكم كانت توصل؟ بكم شيشة الزيت اليوم عندك أنت في محلك في تريبل ليمون؟ حاليا من 7.5 ل 8 دينار شيشة الزيت. هل لو كان ما تغير سعر الصرف، لو كان ما نحطش بأربعة ونص وكان في السوق السوداء ب ب ب ب ب 3 جنيه و80 في المصرف و7.5 و8 في السوق السوداء، هل شيشة الزيت توا حتكون بأقل من السعر اللي تبيع فيه توا ولا أغلى؟ كل ما ينخفض سعر الدولار، كل ما ينخفض سعر الدولار حتنزل الأسعار. في حاجة ثانية أستاذ أحمد، حاجة ثانية إن في راو الأسعار راو عالمية زي الزيوت، هذه راو أسعار عالمية. بالضبط، ممتاز. سعر العالمي قديش زاد؟ قديش زاد عالميا؟ سعر الزيت قديش؟ راو نجي تو راو في من شركات تجي أنت حتى تو تحسب تخش البورصة العالمية قديش الطن واحد، تجي أنت تقول مرات احنا وعلى سعر الدولار اللي تو تقول احنا قاعدين نبيعوا فيه أرخص. لو بتجيبها مثال احنا تو نبيعوا فيه ب 90 دينار، أنت لو بتجيبها مثال على سعر اليوم يسوى 96 دينار. فهمت؟ هذه اللي هي عملية الزيوت، عملية بورصة اللي هي بالطن.